أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية 29 درجة مئوية، الملموسة 27، أما الرطوبة 31%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأها من المنطقة الشمالية، المفرق 35 إلى 21، جرش 33 إلى 23، نفس الحرارة أيضا في إربد، عجلون تسجل 30 إلى 22. المنطقة الوسطى البحر الميت الطقس حار بشكل لافت 39 إلى 26، معدب 34 إلى 20، أما عمان 33 إلى 23، البلقاء 34 إلى 24، والزرقاء 35 إلى 22. المنطقة الجنوبية طقس غائم جزئي في عموم المناطق، غيوم من النوع العالي والمتوسط، الكرك 31 إلى 22، الطفيلة 30 إلى 21، معان 32 إلى 19، الشروق 29 إلى 20، والعقبة 38 إلى 27. المنطقة الشرقية الصفاوي 37 إلى 21، الأزرق 38 إلى 24، ورويشت 36 إلى 20. تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.